كابتن اسامه، الف مبروك للنادي الاهلي، فوز مطلوب طبعا، على امل تعثر المنافس. طبيعي، الحمد لله. اي مكسب مهم، وخاصه في الامطار الاخيره ديت، انت مش ناقص تعادل تاني او لا قدر الله حاجه يعني هزيمه ولا كده، لان ناقص خلاص 4 مباريات. النهارده كانت المباراه اللي هي الخمسه يعني، فباقي 4 مباريات، فكان مهم جدا جدا الـ3 نقاط. يعني في مكاسب اتحققت النهارده، منها ان الروح والاصرار مختلف شويه عن ماتش الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي كان في عدم توفيق شويه، لكن انا بصفه عامه كان تحس الروح اعلى. جبت جون بدري قوي، ادالك ثقه، غطيته بهدف تاني. الموضوع دوت مش عايز اقول يأس فرقه انبي، ولكن بيعمل احباط شويه برضو. هم حاولوا الشوط الثاني، ولكن بيحاولوا بمجازفه غير طبيعيه، فتحت الملعب بالنسبه لهم قوي، والنادي الاهلي كان ممكن يستغل الموضوع ده ويزود عدد الاهداف، ولاحت ليهم فرص كتيره، خاصه يمكن بعد طرد رامي صبري، رغم ان هو اتطرد في الدقيقه 81، يعني 9 دقائق، وكمان قول 5 6 دقائق وقت الاضافه، يعني حوالي ربع ساعه، كان النادي الاهلي سهل قوي يجيب اهداف. هنتكلم في النقط الفنيه دي يا كابتن اسامه ان شاء الله. يعني لكن بصفه عامه الحمد لله الـ3 نقاط مبروك. مهم جدا ان خطوه لخطوه، ومفيش يأس، ولازم تركيز جامد جدا. في اي لحظه ممكن يحصل اي حاجه طبعا. فانت المهم انت ما تتعثرش، صحيح، وتأدي اللي عليك. والنقطه فعلا المهمه جدا كمان النهارده، انه ما جاش فيه الجون، صح؟ يعني برضو ام بيحاول بعض الشيء لما نزل كريم طارق من ناحيه الشمال مع جون ابوكا، ولكن ما كانش فيه خطوره كبيره قوي، باستثناء في واحده هي ايمن اشرف حط رجله في الاخر وطلعت كورنر من لكن مهم ان ما جاش فينا هدف، لان احنا قلنا حاجتين مهمين قوي، انك تستغل الفرص او اكبر عدد من الفرص اللي بتجيلك، وتغطي الهدف اللي بتجيبه عشان ما يحصلش مفاجآت زي ما حصل، صح، في مباريات اتعادلنا فيها 1، وتحافظ على شباك صح. فانت حافظت على شباكك، وان كان كنت اتمنى بالمساحات المفتوحه عند ام بي دي ان احنا نزود الاهداف، صحيح.